فندق طردايا ومركب سياحي من الدرجة الأولى. تم الإنشاء دياله في 2008 بطاقة استيعابية ديال 40 غرفة، وفي 2014 درنا الاكستنسيون ديال الاوتيل، دزنا من 40 غرفة ل 80 غرفة. دونك ماتنو الكاباسيتي اكتويل ديال الاوتيل هي 80 غرفة اللي كتعطينا جوسكا 160 حتى 160 ما بين 160 حتى 180 واحد في المبيت. الفندق كما شفتوا متكون من قاعة الاجتماعات اللي كتقد الطاقة الاستيعابية ديالها ما بين 300 حتى 500 واحد على حسب المجموعات. الفندق ديالنا كيستقطب جميع شريحة المجتمع، وحنا كنخدموا اساسا مع الزبناء المغاربة، بكثر من 90% الزبناء ديالنا مغاربة، اغلبيتهم من الرباط والدار البيضاء على حكم القرب، الموقع الاستراتيجي ديالو قريب على الرباط. والزبناء ديالنا كينقسموا لشقين، عندنا شق اللي هو تابع الاجتماعات والفورماسيون لي ريونيون وما جاوا وما، وكاين الشق الثاني هما العائلات والاسر اللي كان حنايا الفندق بالهيكله ديالو، لانه جاي خارج المدينه وعلى مساحه تمتد على 7 هكتارات، تنستقطبوا العائلات بالاطفال ديالهم وهذا. التأثير ديال كوفيد 19 على القطاع ديالنا، تأثرنا كالقطاع كامل، حتى حنا من الشريحة اللي تأثرنا بزاف، ومازالين كنتأثروا. وعندنا في 2020 رقم المعاملات طاح ديالنا أكثر من 60%، وحنايا الحمد لله هاد الاحترازات اللي قايمين بها، وكنحاولوا ندو كل ما بوسعنا باش نحافظوا على صحة المستخدمين ديالنا. اللي حافظنا على صحة المستخدمين ديالنا، حافظوا على صحة الزبناء ديالنا. دونك وحنايا في إطار تشجيع حتى ديال الناس اللي خدامين معنا باش نبقاو محافظين لهم على الأسرة ديالهم، على هذا، ما قدينا نحيدوا حتى واحد من خدمته، كلشي بقى عندنا خدام، كلشي عندنا كنتعاملوا كأسرة وحده باش كل شيء يبقى عايش معنا في أمان الله، تندوز هذه الأزمة بخير وعلى خير.